يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، أولى حلقات العام الجديد 2022. كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما بصحة وبخير وبسلامة يا رب، وكل واحد نفسه في حاجة تتحقق السنة دي لو متحققتش السنة اللي فاتت. إن شاء الله بإذن الله تكون السنة دي سنة سعيدة عليكم جميعا، واللي احنا دايما مشتركين فيه هو النادي الأهلي، وأمنياتنا أكيد بكل يعني البطولات وبكل المشاركات اللي يشارك فيها النادي الأهلي إن هو يحققها ويفرحنا كلنا بإذن الله في السنة الجديدة. حلقة اليوم حلقة مهمة بالنسبة لنا عشان هي أول حلقة في السنة. السنة اللي فاتت حاولنا نجتهد بشكل كبير لإرضاء كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وجماهير الكرة المصرية بشكل عام، وهنجتهد أكتر بإذن الله من خلال هذا البرنامج وفريق العمل إن احنا نرضي كل المشاهدين وبالتحديد جمهور النادي الأهلي أيضا اللي بيتابعنا من أي حتة هو متواجد فيها، وهدفنا واحد هو دايما مصلحة النادي الأهلي والدفاع عن حقوقه، ده أمر مؤكد جدا. بتلاقي حلقة مهمة هنتكلم فيها على حاجات كتير زي ما حضراتكم عارفين فيما يتعلق بنادي الحبيب النادي الأهلي، وأكيد أمور تتعلق بالجانب المحلي والجانب العالمي. الأهم كمان من كل ده تواصل حضراتكم معنا في أول سؤال في السنة الجديدة من خلال حلقة الترند، وهي حلقة رقم 301. فأمنياتكم إيه؟ تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، أمنياتكم إيه للأهلي في السنة الجديدة؟ هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من الحلقة، لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوفها يلا بينا. في ترند الأهلي، الأهلي يبدأ الاستعداد لكأس الرابطة الثلاثاء بالتوفيق إن شاء الله. وفي الترند المحلي، المنتخب يواصل استعداداته لأمم أفريقيا، يا رب إن شاء الله يفرحون. وأخيرا حضور جماهيري بنسبة 80% في كأس الأمم. طيب عناوين مهمة، لكن النهاردة في كمان ماتشات أهم في الحقيقة في الدوري الإنجليزي، وكل ماتشاته مثيرة ومهمة زي ما احنا عارفين، يعني حتى في ظل في بعض المباريات اللي بتؤجل بسبب تفشي فيروس كورونا في بعض الفرق الإنجليزية، لكن تبقى أي مباراة تلعب في الدوري ده بتبقى مباراة قوية جدا. وكانت أول هذه المباريات القوية هي مباراة النهاردة ما بين أرسنال ومانشستر سيتي. الماتش ابتدى الساعة 2:30 بالضبط وانتهى بفوز مانشستر سيتي خارج ملعبه بنتيجة 2-1 في مباراة كانت مثيرة جدا. تقدم ساكا لأرسنال وبعد كده تعادل محرز من ضربة جزاء، وجاب رودري هدف الفوز في الدقائق الأخيرة في مباراة شهدت طرد لمدافع أرسنال جابرييل، فكانت مباراة قوية جدا، وشهدت كمان مشاركة نجمنا المصري محمد النني في الدقيقة 85 عشان ينفرد مانشستر سيتي بالصدارة بشكل أكبر ويضع الضغط بشكل أكثر على كل من ليفربول وتشيلسي اللي هيلعبوا بكرة بالمناسبة مع بعض في قمة هذه الجولة. مباراة ابتدت في هذا التوقيت أيضا ما بين واتفورد وتوتنهام هوتسبير في ملعب واتفورد، مباراة مهمة طبعا للفرقتين. آخر مباراة النهارده في الدوري الانجليزي هتكون ما بين كريستال بالاس هيلعب على ملعبه مع ويست هام يونايتد اللي عنده امال كبيره جدا واحلام في التاهل لاحدى البطولات الاوروبيه في الموسم الجديد، وهو موجود في مركز جيد في بطوله الدوري هذا الموسم. فبالتالي ان شاء الله باذن الله هنشوف مباريات مثيره، واكيد اللي هيكون اكثر اثاره هي اخر مباريات محمد صلاح غدا امام تشيلسي ان شاء الله في الدوري الانجليزي قبل ما يسافر هو ومحمد النني على مصر بعد بكره علشان يدعموا قائمه المنتخب في التحدي الافريقي وكاس الامم الافريقيه. هذه البطوله الهامه بالنسبه لنا ان احنا ان شاء الله باذن الله نطمن بشكل كبير جدا على منتخبنا، وليه لا ما ناخدش كاس الامم الافريقيه؟ عندنا المقومات، هو حلم صعب شويه بس بصراحه يعني طبعا نفسنا نحقق كاس الامم الافريقيه، لكن نفسنا كمان ان احنا نروح كاس العالم، اعتقد ده الهدف الاهم والاسمى بالنسبه لكل الشعب المصري يعني. فنتمنى لصلاح كمان كل التوفيق في مباراه الغد امام تشيلسي بعد ما كان اهدر ضربه جزاء احد اسباب الخساره في مباراه ليستر سيتي بالنسبه لليفربول بنتيجه 1-0. دي اهم وابرز المباريات. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل كل القضايا والكواليس وكل الملفات الهامه اللي تتعلق بالنادي الاهلي، استنونا يلا بينا. احنا زي ما انتم تابعتونا
على مدار السنه اللي فاتت من خلال برنامج الترند، هدفنا معروف جدا، هو الدفاع بشكل قوي جدا عن حقوق النادي الاهلي، طالما الاهلي عنده حق في اي ملف او اي جزئيه او اي قضيه او اي شيء. يعني هتلاقونا اول الناس اللي بندافع، القناه طبعا بشكل عام، احنا من ضمن البرامج بما اننا اسمنا الترند، فاي حاجه بتطلع ترند بنتكلم عنها، لو ترند سلبي بنحوله لترند ايجابي، وبنقول بكل الحقائق وكل الامور الموثقه يعني في الحقيقه. فهنفضل زي ما احنا كده، هدفنا ان احنا نكون ناس من جمهور النادي الاهلي، احنا منكم، بنحاول دايما ان احنا نتكلم بصوتكم، نتكلم بلسانكم، بننقل نبضكم بشكل كامل من خلال الشاشه بتاعتكم، شاشه قناه النادي الاهلي، وهنفضل كده، وهيفضل هدفنا زي ما انتم عارفين هو مصلحه كيان النادي الاهلي، هذه المؤسسه الكبيره اللي ليها جماهيريه عظيمه جدا جدا، مش بس في مصر، لا في كل الدول العربيه وايضا في العالم كله يعني. فده امر لازم تبقوا متاكدين منه. اللي هيتكلم عن الاهلي، احنا مش في خناقه، او احنا مش بنتصيد للناس الاخطاء يعني. اللي هيتكلم على الاهلي بشكل في تقليل من قيمه كبيره زي قيمه واسم النادي الاهلي، لا هنرد عليه هنا، هنهاجمه هنا، طبعا كله في اطار الاحترام اللي حضراتكم ايضا تعودتوا عليه من خلالنا، وهنجيب حق الاهلي من هنا، والاهلي كده كده بياخد حقوقه بالشكل القانوني كده كده كنادي يعني. فدي امور كلها مفروغ منها ومسلم بها تماما يعني، فده امر مهم. كمان اتكلمنا عن حاجات كتير جدا السنه اللي فاتت، واخبار كتير كانت بتطلع على الاهلي، فلان هيمشي، فلان هيقعد، امور تتعلق بجوانب اداريه، باي شيء بيتعلق بالنادي الاهلي، وكنا بنقول لحضراتكم الحقيقه دايما هنا، لان برضو قناه النادي هي لسان النادي، وهي منبر اعلامي رسمي للنادي الاهلي، فاي حاجه هتتقال هنا لازم هيكون امر مؤكد وبشكل رسمي، وده اللي برضه حضراتكم متعودين عليه من خلال شاشة قناة النادي الأهلي بشكل عام، مش بس برنامج الترند. فهي سكة احنا هنفضل ماشيين فيها، سكة هيبقى هدفنا من خلالها دايما إرضاء حضرتك كمشجع أهلاوي، وإرضاء كل جماهير الكرة المصرية بشكل عام، لأن قناة الأهلي ليها جماهير مختلف انتماءاتها يعني، مختلف انتماءات الجماهير دي، في ناس بتحب قناة الأهلي بتتفرج عليها، علشان هدفنا الأساسي هو المهنية، وهدفنا الأساسي دايما رصد كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالكرة المصرية كمان، وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الأهلي، فبرضو ده أو دي من الأمور المهمة جدا بالنسبة لنا. تعالوا كده نتكلم على تحديات الموسم الجديد بالنسبة للأهلي. قبل ما أتكلم في الحتة دي وعلى البطولات اللي مقبل عليها النادي الأهلي في العام الجديد بقى بالتحديد، مش الموسم، لأن الموسم ابتدى خلاص، إحنا في عام جديد 2022. فقبل ما أتكلم على الجزئية دي، عايز أعلق بس على تجديد علي معلول مع القلعة الحمراء لمدة موسمين، بخلاف الموسم المتبقي في عقده، فهو مكمل مع الأهلي ل 2024 بإذن الله تعالى، يبقى 3 سنين جايين لعلي بنفس التألق وبنفس الأداء وبنفس القيمة بتاعته المهمة جدا كمفتاح من المفاتيح الرئيسية والأساسية والهامة في تشكيلة النادي الأهلي وأسلوب لعبه على مدار من ساعة ما جه في 2016. الراجل بصراحة من أحسن صفقات اللي أبرمها النادي الأهلي في تاريخه. لكن إيه اللي حصل؟ كان دايما الناس تطلع تقول لك علي معلول ماشي وجاله عرض مش عارف من الدحيل، وعرض جاله مش عارف من الامارات فين، والراجل عايز فلوس قد كده، وفي خلاف ما بينه وما بين النادي الاهلي، وهو طالب مبلغ معين، والاهلي بيتكلم بعيد خالص، وحاجات من هذا القبيل يعني. واحنا طلعنا واكدنا على حضراتكم وقلنا ان علي معلول باذن الله موجود مع النادي الاهلي، موضوع وقت بس، ويتم الاعلان بشكل رسمي عن تجديد علي معلول مع الفريق يعني. وده اللي حصل، ودايما بيعجبني اسلوب النادي الاهلي في الاعلان عن سواء صفقاته او تجديداته لعقود بعض اللاعبين او الاجهزه الفنيه او كلام من ده، هو سيستم في النادي يعني، انتوا جماهير خلاص ادرى بكتير جدا من اي حد يعني، جمهور النادي الاهلي تحديدا، هو في سيستم موجود في النادي، انت السيستم ده بيمشي لوحده، ممكن تشيل ترس تحط ترس تاني، المكنه تبقى شغاله زي ما هي يعني، هو النادي الاهلي كده يعني. فالسيستم طبق بشكل كويس قوي من خلال إدارة التعاقدات في النادي، ومن خلال طبعا التشاور مع لجنة التخطيط للكرة، إشراف الكابتن محمود الخطيب على الكرة، كل هذه الأمور، المدير الفني، رغباته، طلباته. لما تيجي تتكلم على علي معلول فده قيمة كبيرة جدا، مش محتاجة تشاور، رغم أكيد التشاور بيبقى موجود لعناصر أو لعوامل كتير جدا، ده أمر بشكل طبيعي.
وتم الاعلان في النهايه عن تجديد علي معلول. فانت اقرب لعيب عندك عقده ينتهي تقريبا هو في 2024، يعني لم تخني الذاكره على اقل تقدير هيبقى 23 يعني، فلسه اكتر لعيب او اقرب لعيب ممكن عقده ينتهي يكون في 2023 اخرها يعني، يعني بقيت السنه دي وبقيت السنه الجايه يعني سنتين. فده شيء مهم جدا وشغل كويس جدا بيقوم به المسؤولين في النادي الاهلي في الحقيقه. فهو علي معلول في الحقيقه مكسب كبير جدا بالنسبه للفريق طبعا، كافضل ظهير ايسر في افريقيا بدون مبالغه وبشهاده الجميع يعني. فده امر من ضمن الامور اللي حبيت بس اعلق عليها في بدايه الحلقه. تعال بقى نتكلم على تحديات الاهلي في العام الجديد. الاهلي عنده تحديات كتير جدا 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 مهمه، واحنا بالنسبه لنا كجماهير النادي الاهلي او حضراتكم كجمهور للنادي الاهلي بتتابعوا الفريق دايما، اي بطوله بيدخلها الفريق بتبقوا عايزين الفريق يكسب والاهلي يبقى البطل، وهو ده او هي دي الثقافه بتاعت النادي يعني وبتاعت جمهوره. والجمهور هو اهم عنصر في المنظومه دي، منظومه النادي الاهلي، لان جمهور الاهلي في الحقيقه مختلف. جمهور الاهلي دايما هو اللي بينقل الرغبه الدائمه في الفوز لاي عنصر موجود داخل فريق الكره او داخل النشاط الرياضي بشكل كامل يعني. لو حد جديد حتى جه بيشرب الثقافه دي بيكتسبها من الجمهور، لما بيقابلهم في الشارع، لما بيقلب في السوشيال ميديا كده، لما بيتكلم مع اي حد، كابتن احنا عايزين البطوله، يا كابتن احنا عايزين نكسب، احنا عايزين نبقى مبسوطين بالفرقه وبالاداء ايا كان ايه هي اللعبه، ما بالك بقى كره القدم يعني. فهو الجمهور، جمهور النادي الاهلي هو العنصر الرئيسي في نجاح منظومه النادي الاهلي بخلاف اداره النادي اللي بتشتغل بسيستم جيد جدا جدا على غرار ادارات النادي المختلفه في الحقيقه يعني، بل بالعكس كمان في تطور اكتر واكتر عن جوانب كتير جدا سواء انشائيه او رياضيه او اجتماعيه. بنشوف شركات النادي الاهلي المختلفه، بنشوف يعني خطوات للامام دايما من قبل المسؤولين في النادي الاهلي. لكن لما هنيجي نتكلم على فريق الكره بالتحديد، احنا اول تحدي بالنسبه لنا ايه؟ لا مش كاس العالم، كاس الرابطه. كاس الرابطه هو اول تحدي بالنسبه للنادي الاهلي. هينطلق امتى كاس الرابطه ده؟ يوم 12 من الشهر اللي احنا فيه ده، شهر يناير يعني. القرعه امتى؟ القرعه يوم الاثنين هنعرف الاهلي هيقابل مين. الاستعدادات هتبتدي امتى بالنسبه للنادي الاهلي؟ من يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله تعالى. ده تحدي مهم وبطوله الاولى من نوعها في ظل تواجد رابطه الانديه المحترفه لاول مره بشكل جيد، وفي الحقيقه الناس عاملين شغل ومجهود عظيم يعني. فليه ما تبقاش انت اول نادي تاخد البطولة دي؟ نتمنى، ده هدف من الأهداف، حتى لو عندك عناصر كتير جدا غايبة بسبب المشاركة الدولية مع مختلف المنتخبات، لكن انت عندك قائمة ما شاء الله يعني ممتازة جدا، أي حد يلعب يقدر يكسب. فده أول تحدي إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيه، كأس الرابطة. بعد كده عندك كأس العالم للأندية. وبمناسبة كأس العالم للأندية أنا هتكلم على الجزئية والتعارض والأمور دي وصلت لحد فين دلوقتي، وهنسأل أسئلة مهمة قوي يعني. لكن كاس العالم للانديه ايا كان الظروف ايه، مهم قوي ان انت يعني تعمل تمثيل مشرف كالعاده. مهم قوي ان احنا نحاول نحقق طموح مختلف في كاس العالم للانديه، انك توصل المباراه النهائيه. هو ده هدف رئيسي عند كل الفرقه، جهاز فني، لعيبه، وعند الاداره، وعند الجمهور، واي واحد من جمهور النادي الاهلي تساله نفسك الاهلي يعمل ايه في كاس العالم للانديه، هقول لك انا نفسي بس اشوف الاهلي في النهائي. احنا خدنا ميداليه البرونزيه دي مرتين قبل كده 2006 والسنه اللي فاتت، احنا عايزين ناخد بقى ايه ميداليه الفضيه، ويا سلام بقى لو خدنا كاس العالم نفسه، ليه لا يعني. هتقول لي يا عم اللي انت بتقوله صعب، هو صعب مش هضحك عليكم يعني، الموضوع صعب مش سهل، بس لازم تشتغل عليه ولازم تحاول تحقق هدف من اهدافك ان انت الاهلي شارك في كل البطولات. اي بطوله شارك فيها النادي الاهلي خد اللقب بتاعها، كان بطلها ما عدا بطولة واحدة هي كأس العالم للأندية، وده نظرا لقوة المنافسين اللي أنت بتقابلهم، ناس من أوروبا وناس من أمريكا وكلام من ده، فالكورة هناك جامدة جدا. أنت قريب منهم قوي قوي، يعني أنت قريب مش بعيد، هم بيتفوقوا عنك في بعض الجوانب الفنية، بيتفوقوا عليك في بعض الجوانب الفنية، لكن أنت قريب مش بعيد خالص. ليه ما تحاولش أنك تحقق الحلم ده؟ هو حلم موجود وفي أذهان كل المنظومة يعني، مختلف الموجودين فيها. فان شاء الله نحاول من خلال كاس العالم للانديه ان احنا ايه نحقق شيء جيد والاهلي فرحنا كالعاده يعني. هترجع من كاس العالم للانديه بعد تاني تحدي هيبقى عندك دوري ابطال افريقيا، وانت حامل اللقب لمده موسمين متتاليين، عايز تعمل انجاز فريد من نوعه انك ثلاث مواسم متتاليه تاخد دوري ابطال افريقيا. بالمناسبه الاهلي كان شارك في اربع نهائيات متتاليه، عندك 2005 2006 خدتهم،
7 خسرت من النجم الساحلي، 8 رجعت خدت البطوله. فبرضه ده كان انجاز كبير، لكن الانجاز الاكبر انك تاخد 3 بطولات متتاليه، فده برضه هدف من الاهداف الرئيسيه عند الفريق. وده تحدي هيكون مهم جدا، اول ما تخلص كاس العالم للانديه هيبقى عندك ماتش في هذا التحدي يعني. وشفنا طبعا نتيجه القرعه وكل حاجه، قرعه صعبه جدا، المريخ والهلال معاك وصن داونز كالعاده، فالامور مش سهله اطلاقا، لكن انت عندك برضه المقومات، الخليج اول مجموعه مستريح باذن الله تعالى. بعد كده عندك بطوله الدوري، وبطوله الدوري السنه دي مختلفه بالنسبه لنا. احنا كنا متعودين ناخد البطوله دايما، بتوقع موسم 2 اقصى حاجه 4 مواسم، لما من 2000 ل 2004 يعني، لما كناش بناخد الدوري في الاربع مواسم دول. لكن انت فقدت البطوله دي اللي هي الغاليه قوي عند جمهور النادي الاهلي، وعندك انت كنادي فقدتها السنه اللي فاتت لاسباب كتير جدا بتتعلق بيك انت، وبتتعلق بجوانب تحكيميه، وبتتعلق بضغط مباريات ومشاركات كتير في مختلف البطولات. فيعني بشكل او باخر كان شبه منطقي ان انت تخسر اللقب يعني. لكن في كل الاحوال هيبقى صعب قوي علينا، هيبقى صعب قوي علينا ان احنا نخسر البطوله مرتين ورا بعض يعني. فبالتالي برضو الاهلي ماشي كويس، تعادلنا مع فيوتشر الماتش الاخير، لكن قبلها 6 انتصارات متتاليه، فانت ماشي بشكل كويس حتى وانت ليك مباريات مؤجله، انت الاول على بطوله الدوري. فده تحدي ايضا من التحديات المهمه جدا. كاس مصر بقى في فزور. اول حاجه الكاس اللي هو بتاع السنه اللي فاتت ده اللي انت المفروض هتقابل فيه بيراميدز في ربع النهائي، صح؟ في ربع النهائي. فاحنا مش عارفين اصلا الكاس هيتلعب ولا مش هيتلعب ايا كان. فعندك ادي بطوله لو اتلعبت، وعندك بطوله السنه دي، فاتنين كاس مصر في سنه واحده تحاول بشكل او باخر باذن الله تاخدهم. هتقول لي يا عم انت عايز البطولات كلها. بصراحه احنا كده، احنا عايزين البطولات كلها ناخدها، ليه لا؟ ولما بيبقى طموحك عالي قوي بتقدر تحقق نسبه كبيره جدا من الطموح ده، لكن لما يبقى طموحك محدود هتفضل في مكانك، مش هتتقدم. فده امر مهم من ضمن الامور المهمه، بطوله كاس مصر باذن الله تعالى. لو كسبت الدوري تلعب سوبر، لو كسبت كاس مصر هتلعب سوبر مصر، لو كسبت افريقيا تاني باذن الله تلعب سوبر افريقي، تمام؟ بس فان شاء الله كلها بطولات مهمه وتحديات كتير جدا جدا بالنسبه للفريق. ده فيما يتعلق بتحديات الاهلي في العام الجديد. تعالى بقى في حاجه مهمه قوي احنا مش ناسينها، حاجه غايه في الاهميه، وهي خاصه بايه؟ الحاجه المهمه دي تاني، من اسبوعين بالتحديد، اسبوعين تقريبا، طلع مين؟ المهندس احمد مجاهد. قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه الاهلي هيلعب بكامل نجومه والمنتخب هيلعب بكامل نجومه. احنا النهارده كام؟ 1 في الشهر. بطوله الامم الافريقيه امتى؟ يوم 9، تمام؟ تنتهي امتى؟ يوم 6 فبراير. كاس العالم يبتدي امتى؟ يوم 3 فبراير. حلو؟ أول ماتش الأهلي يوم كام؟ يوم 5. فبإذن الله واحد أحد لو منتخبنا وصل للنهائي فأنت بتفقد 9 عناصر أساسية، 9 عناصر أساسية. بدر بنون، علي معلول، أليو ديانج، و7 في المنتخب المصري. فتسع عناصر أساسية أنت بتفقدهم في بطولة صعبة قوي قوي، مش ما تتقارنش بأي بطولة أنت بتلعبها هنا في مصر أو في أفريقيا يعني. طبعا بطولات كلها هنا قوية طبعا، ما حدش يقدر يقول غير كده يعني، يقول غير كده يبقى بيهزر كالعادة، أنتوا عارفين في ناس بتقعد تهزر كده. لكن في نفس الوقت ايه الاقوى؟ ايه الاصعب؟ هي كاس العالم للانديه. فلحد دلوقتي احنا مش عارفين فين الحل اللي قال عليه المهندس احمد مجاهد؟ فين اللي هيحصل؟ احنا مش عارفين. فين الوعود اللي قالها؟ ليس كل ما يعرف يقال. لحد دلوقتي لا في حاجه اتعرفت ولا في حاجه اتقالت. فاحنا بنفكره تاني والله يعني، احنا كل اسبوع بنفكره كده. لو بصراحه ما فيش اي حل من الحلول، هيبقى هو هيبقى شكله وحش بصراحه يعني، مع كامل الاحترام والتقدير، شكله وحش كقال حاجه وما تنفذتش يعني. لكن ما بقللش من شخصيته او من اي شيخ او من اي شيء اخر يعني، لكن هيبقى شكله وحش قدام الجمهور يعني، انا قلت حاجه وما تنفذتش. فاحنا منتظرين ان يطلع باذن الله كلامه صح، ونلاقي الاهلي بكامل نجومه في كاس العالم. هو الحل الوحيد دلوقتي ان كاس العالم يتاجل شويه 3-4 ايام، فهنشوف ده هيحصل ولا مش هيحصل. في العموم احنا بس بنفكر المسؤولين في او عن الجزئيه دي تحديدا. طيب تعالوا نتكلم شويه على النادي الاهلي. النهارده كان في اجتماع للكابتن محمود الخطيب مع شركه الاهلي للخدمات الرياضيه، وهو اجتماع مهم جدا، وهو اجتماع تنسيقي
مع شركة الأهلي للخدمات الرياضية من قبل كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي. حضر الاجتماع ده المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق والسيد يحيى راشد رئيس مجلس إدارة الشركة، وده كان النهاردة الصبح مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الكابتن محمود الخطيب حرص بشكل كبير جدا على مناقشة برنامج عمل شركة الأهلي للخدمات الرياضية خلال العام الجاري، وكذلك الملف المالي والاستثماري للشركة وبرامج عملها، يعني كل الأمور بتتعلق بالشركة دي تم التحدث بخصوصها وتم الاستقرار على حاجات كتير جدا جدا من الأمور اللي زي دي. يعني كابتن محمود الخطيب كمان ناقش ملف عمل الشركة بشأن إمكانية توفير، ودي جزئية دي مهمة قوي، توفير رحلات لجماهير النادي الأهلي في المباريات اللي بتكون بره مصر، فإزاي إن احنا نساعد جمهور النادي الأهلي أو الشركة دي تساعد جمهور النادي الأهلي إن هو يحضر مختلف التحديات اللي بتبقى خارج ملعب النادي الأهلي بره بلدنا الحبيبة مصر، وعلى أن تكون أول الرحلات دي هي كأس العالم للأندية، فده أمر مهم جدا جدا لمؤازرة الفريق طبعا في مختلف الألعاب، مش بس في كرة القدم، في كل الألعاب. يعني الشركة كمان هتعقد اجتماعات دورية منتظمة خلال فترة الحالية توفير كل احتياجات الفرق الرياضية، فضلا عن توفير رحلات للجماهير والأعضاء زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، وخطوة من ضمن الخطوات المهمة جدا اللي بيقوم دايما بيها النادي الأهلي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ان هم يرضوا طموح جمهور النادي الأهلي اللي هو طموح بلا حدود، يعني ده أمر مؤكد. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض الأمور الأخرى المهمة، استنونا يلا بينا. طيب دايما الكلام بيبقى كتير على النادي الاهلي في السوشيال ميديا، فاحنا هنشوف ابرز اللي اتقال على النادي بشكل عام من خلال الحسابات الرسميه المختلفه، ونبتدي بحساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقول ان الاهلي يستهدف 10 ملايين جنيه من تسويق قميص مونديال الانديه. وفي الحقيقه الاهلي شاطر قوي، او الناس اللي شغاله على الملفات اللي زي دي شاطرين جدا. انت دلوقتي عقد الرعايه بتاعك او عقود الرعايه بتاعتك ما بتحطش فيها مثلا مشاركتك في كاس العالم للانديه، او ما بتحطش فيها مثلا ماتش السوبر الافريقي كمان من ده، لان دي بطولات غير مضمونه، انت مش واخدها عكس الدوري مثلا، انت بتلعب كده كده في الدوري. فبالتالي الاهلي فاصل ما بين عقد الرعايه وما بين المناسبات اللي زي دي، وبيحاول يستغل ويكسب من اي حاجه، ودي شطاره كبيره جدا جدا تحسب للنادي الاهلي. يعني فزي ما شفنا في ماتش السوبر كده، كان في مثلا شركه مختلفه عن اللي احنا متعودين عليها على تيشيرت النادي الاهلي في البطولات المحليه، شركه مختلفه فازت برعايه الاهلي في هذه المباراه، او بان هي تحط اسمها على قميص النادي الاهلي في مباراه السوبر، وشفنا الكلام ده، والاهلي كسب من ورا الجزئيه اللي زي دي فلوس حوالي 3 مليون وشويه، يعني على ما اتذكر 3 ملايين جنيه و250 الف يعني. فبالتالي شطار، حاجه كويسه. كاس العالم للانديه بقى بطوله اكبر، فالاهلي دلوقتي يعني طارح الموضوع على شركات كتير بتتقدم بعروض، وبيحاول يجيب اعلى سعر. الشركه اللي هتقدر تدفع اعلى سعر هي اللي هتكون موجوده على تيشيرت النادي الاهلي على صدر لاعبي الفريق اثناء مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، فدي حاجه برضو كويسه جدا. فبتحاول تدخل مداخيل ماديه وماليه كتير جدا من خلال اي حاجه تقدر ان انت تكسب منها فلوس. هو ده الفكر الاستثماري وفكر الاقتصادي المميز جدا اللي بيمتاز بيه دايما النادي الاهلي. واتمنى يعني كل انديه الدوري المصري او كل الانديه المصريه ان هي تمشي على نفس نهج النادي الاهلي عشان يتم يعني تحسين الوضع بالنسبه لهم بشكل او باخر. لكن بصراحه الاهلي دايما سباق في كل شيء، ودي جزئيه من ضمن الجزئيات المهمه قوي اللي بصراحه يلا كوره اتكلموا فيها بشكل مفصل. تعالوا كمان نروح لحساب الاهرام على تويتر، واللي بيتكلموا ان كاس الرابطه طوق النجاه الاخير لسداسي الاهلي. طب هقول لحضراتكم بس مين السداسي ونعلق على الخبر. قال لك محمد محمود، حسام حسن، كريم فؤاد ماشي، ومحمود وحيد، وعمار حمدي، وميكيسوني. هو هنا يعني خبر استنتاجي، او في بعض الاحيان مع كامل الاحترام والتقدير يعني لكل زمايلنا، طبعا كله بيجتهد وكله بيحاول ان هو يستنتج او يخلق اخبار، ودي برضو حاجه تندرج تحت الشطاره طالما ممكن يكون خبر منطقي بشكل او باخر. لكن انا بقول لحضراتكم ان الخبر ده مش بالشكل المكتوب ده، او مش طوق النجاه الاخير بالنسبه لهؤلاء اللاعبين. اولا هم لعيبه كبار جدا ومهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي نظرا لتعدد المشاركات بالنسبه للفريق هذا الموسم. تمام، انت زادت بطوله عندك كمان كاس الرابطه، بخلاف كاس مصر اللي بتاع السنه فاتت لو هيتلعب مع كاس مصر بتاع السنه دي، فانت عندك مشاركات كتير جدا هتبقى محتاج لكل لعيب يعني موجود عندك. فانت عمار لعب الماتش الاخير
مش معنى كده انه بيشارك بصفه اساسيه لا بصراحه، لكن اكيد هياخد في وقت من الاوقات. نفس الحال بالنسبه لحسام حسن، الكلام كتر قوي عليه. كريم فؤاد بيشارك في بعض الفترات، الماتش الاخير ما لعبش امام فيوتشر، محمود وحيد بعيد شويه لكن اكيد هيتم اللجوء ليه في كاس الرابطه يعني. ميكي سوني شارك المباراه الاخيره وشارك في بعض الفترات، فطبيعي جدا انت زي ما قلنا كتير وهنفضل نقول ان الاهلي عنده نجوم، القايمه كلها كلهم نجوم، فاي واحد مش هيلعب هيبقى الكلام عليه، لكن لما هتيجي تحط الاسم اللي انت بتتكلم عنه ده او بتتوقع رحيله حطه مكان اي اسم تاني برضه هتبقى مشكله بالنسبه لك، ازاي الاسم التاني ده خرج بره القايمه؟ ما هي كده. فالاهلي او اي فريق ما بيلعبش غير 11 لعيب في الملعب والناس اللي على الدكه واللي بيشاركوا بعضهم وخلاص. فاكيد هيبقى في روتيشن فتره من الفترات، هيبقى في استراتيجيه مختلفه لموسيماني في بعض المباريات يلجا لبعض الاسماء، كلها امور متوقع حدوثها يعني، ومتوقع جدا جدا مشاركه عدد كبير قوي ان لم يكن كل لاعبي النادي الاهلي هذا الموسم مع الفريق في مختلف البطولات يعني. فده توضيح بخصوص هذا الخبر. لسه مع الاهرام على تويتر واللي بيتكلموا عن الاهلي يجدد محاولاته لاستعاده كامبوس من فيوتشر. في الحقيقه محمد عبد المنعم يعني مكسب كبير قوي قوي للنادي الاهلي وللكره المصريه بعد عودته من الاعاره. الكره المصريه طبعا حتى وهو موجود في فيوتشر الراجل بيأدي مستويات رائعه، ولما شارك في مباراه مثلا مع كاس في كاس العرب مع منتخبنا الوطني كان ممتاز جدا جدا، فخامه مبشره قوي ولاعيب بروميسنج بالنسبه للكره المصريه. الاهلي في ذهنه ان اللاعب ده يرجع، لكن الاكيد اللي انا عايز اكد عليه مع حضراتكم الاهلي دايما يعني بيحترم جدا جدا تعاقداته مع مختلف الانديه. انت مخرج لعيب او اكتر اعاره فانت محترم جدا هذا التعاقد. لو في رغبه بتسال تقول لهم يا جماعه يعني هل في امكانيه استرد اللاعب في يناير او حاجه، لو قالوا لك لا خلاص يا جماعه حقكم طبعا، دي العقود يعني واحنا بنحترمها بشكل كبير. حتى الان مفيش اي رغبه او مفيش اي قرار رسمي من قبل النادي في محاولة استعادة محمد عبد المنعم في يناير، ربما يحدث وربما لا يحدث، لكن الأساس والأكيد إن الأهلي بيحترم تعاقداته مع مختلف الأندية يعني. ده احنا اتعودنا عليه من خلال النادي دايما يعني. طيب خلينا نروح للوطن سبورت، بيتكلموا على إن في مفاجأة غياب 6 لاعبين عن مونتيري أمام الأهلي في كأس العالم للأندية، ولا مفاجأة ولا حاجة، والست لعيبة هيلعبوا والأمور طبيعية قوي بالمناسبة يعني. وانا هقول لكم ليه انا بقول كده. اولا بيقول لك ايه، بات فريق مونتيري مهددا بفقدان 6 لاعبين لانضمامهم الى منتخب المكسيك الذي يستعد لخوض التصفيات المؤهله الى كاس العالم، واللي هتبتدي امتى بقى؟ بمواجهه منتخب جامايكا يوم 27 يناير. طب هو كاس العالم هيخلص امتى؟ كاس العالم الانديه هيخلص امتى؟ هيخلص يوم فكروني يا جماعه 13 فبراير صح؟ هيخلص يوم 13، فبالتالي بدري جدا يعني، فرق اسبوعين او اكتر كمان ما بين نهائي كاس العالم للانديه لو وصل مونتيري وما بين تصفيات المكسيك في كاس العالم يعني. وهيقابل كوستاريكا 30 يناير، ده 27 يناير كده الوضع مختلف، وماتش 2 فبراير يعني. برضو هي دي ازمه اكيد، انا مش عارف الاتحاد الدولي وضع المواعيد على اساس ايه بتاعت كاس العالم للانديه، لكن اعتقد برضو هيتم حل الجزئيه بالنسبه لفريق مونتيري، رغم ان لو ما اتحلتش فهيبقى في تكافؤ نوعا ما بين الاهلي ومونتيري في اولى مباريات كاس العالم يعني. فخلينا نشوف، دي ابرز الامور اللي خاصه بالنادي الاهلي على السوشيال ميديا. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه، استنونا يلا. تعالوا نتكلم شويه على الترند المحلي وابرز الامور اللي تتعلق بالجانب المحلي ومنتخبنا الوطني، لان هو ده الحدث الابرز الاهم خلال الفتره الحاليه. فنبتدي باول خبر من المصري الرياضي على تويتر، واللي بيقولوا ان في اتصالات بين منتخب مصر وليفربول لاطمئنان على صلاح بعد رفض كلوب الكشف عن اسماء المصابين بكورونا. هو ايه اللي حصل؟ امبارح يورجن كلوب طلع قال انا عندي 3 لعيبه اخرين جالهم فيروس كورونا. فطبعا احنا كلنا هنا في مصر ايه يعني ايدينا بتترعش وقلقانين جدا ان ممكن يكون محمد صلاح واحد منهم لا قدر الله يعني، فهتبقى مشكله كبيره بالنسبه لنا. اولا نتمنى للاعب الصحه دايما والسلامه، والمشكله الاخرى هي تتعلق بمنتخبنا الوطني، لان صلاح هو احسن لعيب في العالم، فعنصر مهم جدا في تشكيلتك وبتبني عليه حاجات كتير قوي قوي يعني. فلغايه دلوقتي مفيش تاكيدات، والاثار الشكوك بشكل اكبر ان قبل شويه من دلوقتي ليفربول طلب رسمي تاجيل مباراته امام تشيلسي بكره بسبب كثره اللاعبين في فريقه اللي عندهم كورونا، واولهم يورجن كلوب المدير الفني، اللي في حاله لو المباراه اتلعبت غدا مش هيكون متواجد على دكه البدلاء ومش هيقدر يدير المباراه يعني. فيا رب ان شاء الله يكون خير بالنسبه لصلاح. هم دايما يعني من ضمن الاجراءات اللي بيتبعوا او بيهتموا بيها ان هم ما يقولوش اسماء اللعيبه اللي جالهم كورونا. هعلق على الخبر ده
لان او التغريده دي بتاعت كارلوس كيروش بعد الفاصل، لان هي جزئيه مهمه قوي لازم نعلق عليها. يلا بينا. تعالوا بقى ناخد التغريده بتاعه كارلوس كيروش بمناسبه العام الجديد يعني. والراجل قال ايه من خلال حسابه على تويتر؟ قال: اتمنى ان تكون سنه سعيده او سنه جديده سعيده بالسلام والنجاح وافضل صحه. كتر خيرك والله استاذ كارلوس، وعلى وجه الخصوص بالنسبه لمصر. يا سلام عليك. بص بقى، خلي بالك، ركز في اللي بعد كده. قد يكون عام كاس العالم ايضا. حلو، يا رب نتمنى يا رب يكون عام كاس العالم ونتاهل لكاس العالم. ماشي، حان الوقت الان لمواصله عملنا والحفاظ على تركيزنا نحو هدفنا. اتمنى لكم الافضل دائما. طب ده حلو قوي، هدفنا اللي هو كاس العالم صح؟ طب حضرتك مش واخد بالك من كاس الامم الافريقيه؟ يعني احنا رايحين بنجرب لسه في كاس الامم الافريقيه ولا ايه؟ انا مش فاهم قصده يعني. طب يعني حط مثلا كاس الامم الافريقيه بس في النص كده في تغريده، اللي هو حسسنا ان احنا رايحين نعمل حاجه في كاس الامم، ولا برضه هيبقى في اطار التجربه زي ما حصل في كاس العرب؟ كاس العرب طبيعي ان نتجرب وكلام من ده، لكن مفيش مجال للتجارب تاني. انت بتلعب على بطوله قاريه او كاس الامم الافريقيه اللي انت اكتر منتخب فاز بيها، فما ينفعش ابدا تروح وتبقى وحش، او ما ينفعش ابدا تروح وما تنافسش على البطوله. فانا واضح جدا من كلام كارلوس كيروش ان مش من اولوياته او مش هدف بالنسبه له هو كاس الامم الافريقيه. هو جم كده لما جم يتعاقدوا معاه في اتحاد الكوره قالوا له: تعالى بص احنا عايزين نروح كاس العالم، بس مالوش بقى امم افريقيا دي، مالكش دعوه بيها، انساها يعني، ودي تبقى كارثه يعني لو ده اللي كان الكلام يعني. فمستغرب شويه من التغريده دي، لكن في كل الاحوال نتمنى له كل التوفيق يا رب في الفتره اللي جايه مع منتخبنا الوطني. ناخد تفاعل حضراتكم وتمنياتكم للاهلي في العام الجديد، فخلينا نشوف. محمد شاهين الازهري قال: الوصول لنهائي كاس العالم للانديه وناخد بطوله دوري ابطال افريقيا والدوري المصري باذن الله. باذن الله يا ابو حميد. تعالى كمان ناخد احمد الشوني واللي قال: والله يا كابتن انا بحبك في الله يا حبيبي يا احمد على راسي، انت شخصيه محترمه وانت المحترم والله، واتمنى اني اشوف النادي الاهلي في احسن حال، وان شاء الله الاهلي هياخد جميع البطولات السنه دي باذن الله يا رب باذن الله تعالى. تعالوا كمان ناخد رجاء. رجاء قالت لك ايه بقى؟ بص بقى عد معايا: كاس العالم للانديه، دوري ابطال افريقيا، الدوري المصري، السوبر الافريقي، كاس مصر، كاس السوبر المصري، وبس احنا مش طمعين. طب مش عايزه دي في دي بالمره على راي يعني الاستاذ محمد سعد في احدى افلامه الجميله؟ طبعا هو ده جمهور النادي الاهلي، وهو ده طموحه دايما ان اي بطوله يشارك فيها عايز يفوز بيها، فبحييها طبعا على طموحاتها الكبيره اللي مش عندها هي بس، عندنا كلنا كجماهير للنادي الاهلي. دي كانت تفاعلات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند واولى حلقات هذا البرنامج في العام الجديد. كل سنه وحضراتكم طيبين. ليس لدينا النهارده اي مزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.